سيادنا مرحبا بكم معنا في الجهه ديال الداخله والذهب. اليوم غادي نبعدكم 130 كيلومتر على مدينه الداخله في طريق بئر نزاران باش نعيشكم تجربه ديال البيفواك. احسن التجارب اللي خاصكم تعيشوا في الجهه ديال الداخله والذهب هي المباته في البيفواك في قلب الصحراء وسط كتبان الرمليه والجمال. ومن البيفواك اللي كنصحكم به أغراض زبيطة، باش توصلوا ليه خذوا طريق بئر نزاران وقبل 130 كيلومتر عندكم اون بيتيت بيست ديال 10 كيلومترات اللي كلها اكتشافات ومتعة. غير قولوا لي واش كاين محسن من هذا الإحساس ديال الحرية في قلب الصحراء. باش تشوفوا لي دون خاصكم تعمقوا في الداخل ديال الطريق، وهذوك اللي كتشوفوا تباك هما لي بيفواك. فين غادي ندوزوا الليلة اليوم؟ المباتة في البيفواك كتقام تقريبا من 250 درهم الفرد، خيمات مجهزة مأمنة وخصوصا مريحة، فين غادي تدوزوا ليلة ما عمركم غادي تنساو. الحلاوة ديال البيفواك هما هاد الأجواء اللي كتعاش أون بلان ديزيغ، ومن البيفواك غادي نكون وصلنا لنهاية الرحلة ديالنا في الجهة ديال الداخلة والذهب، تسناوني قريب في جهة أخرى من المغرب، السلام عليكم. شوية عندك شوية.